ضيف الليلة ولا مرة إلا مكان الأول بالستوديو الفن الأول بذا فويس سينيور الأول وبمحبة العالم لإله كمان الأول يا بالسواعد ساعدوا فنان الكبير عبدو ياغي كيف بيراقبوني فات على المطبخ فتح البراد شفت كيف؟ خبروني إنك بتحب الحلو كتير أما بكره هلا صحن الفاضي يا بلادي عندك أبطالك لبنان هلا بيسوى قرش مقدوح بس أنا بملايين الدنيا ما ببدله ونحن بالاسم لبنان خلقنا بمكان الغلط وكنا نخل مالي معروف أنا أول كهربا ما بدي أول كهربا أنا حاطيك بقلبي وقلب بتنطي من قلبي كيف بتشترك ببرنامج للهوات؟ تفرجي إنه بعد في فن وفي حضارة بلبنان خطرة ما بيقدر يمرق لا هو لا أغلبية المطربين بلبنان اللي عمره 60 سنة وطلع بيقدر يمرقوا بهذا البرنامج إذا بقول له بيت العتيبة بيعرف شو بيت العتيبة هو واخترت اللي أنا بخاف بي عبدو ياغي أنا ما بخاف مين بيفكر دايما إنه لازم تعملوا ديو سوا معقولة إنه أنا بي عبدو ياغي ما غني معه أنا ديو أسلمة عينا بريجيت خلقت فنانة هيدي شو؟ هيدي البتاشو رحلتك في ميل الجمعة 10:30 المساء على الـ LBCI